سلام الغزالات، منكم تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة وما نقصكم خير. يوم جديد وفلوج جديد، وهذا الفلوج غادي يعجبكم 100%. غندير الميناج اختي لغرفة النوم ديالي، البيت النعاس. وحق الله عرفتي شحال ما درتش له الميناج، شحال ما طربته، شحال ما نقيته. اليوم جنهارو، اليوم جنهارو، غادي نقادو نصوبو وانتوما معايا. تفرجوا عفاكم من الاول حتى الاخر، ديرنا واحد جيم، شاركوا معنا في القناة، وما فيها باس الا خليتوا لنا واحد التعليق زوين بحالكم. فرجة ممتعة. ايوا كيف ما شفتوا معايا، هاد البليصه هادي درت فيها كاع السيكان ديالي وداك لي بيجو داكشي، المهم كلشي خشيتو هنايا. ممكن نقادو ونعاود نشوف ما جانيش مزيان ونعاود نقادو. قلت غندير لي بارفان هنايا، نخليهم هنايا حسن ليا من هذيك البلاصه كتضرب فيهم الشمس وداكشي. قلت غادي نديرهم هنايا فهاد البلاصه، نقيم قاده حدا السيكان ديالي. المهم حلقت على الدنيا وصافي. ايوا دابا غادي ندوز للماكياج اختي ولي كريم والزيوت وداكشي، غادي نقادو ونصاوبهم وانتوما معايا في الفيديو. البنات نقطوا ليا، قولوا ليا واش داكشي اللي صاوبتو هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. الكومونتيرات البنات، يلا فرجه ممتعه. ايوا كيما شفتو كنقادو، نتفكر لي كريم لي نسيتهم ونديرهم ونشم الروائح ديالهم منعاودش ليك. مدوزاها فيجطة هنايا. المهم هنايا هادو لي كريمات لي كندير بالليل، وكاين فيهم الفوندوتا، فيهم كاع لي كريم لي كنستعمل ديال اليدين، ديال الليل، ديال تحت العينين. المهم داكشي قاديتو هو هداك. هنايا البنات عندي هادوك ديال الشمس، هنايا قديت الماكياج، كلشي داكشي اللي عندي قديتو، وداكشي اللي مخبي نسيتو قلت من بعد ونعاود نقادو. انا درت الزيوت ديال الشعر البنات اللي كنستعمل شعري، غادي نحطهم هنايا حدا الماكياج. ممكن قد داكشي الحاجه اللي كنبغيها كنخليها، والحاجه اللي ما كنبغيهاش راه كنخشيها كلمها. هنايا البنات تفكرت هذه ديال الليزر، شي نهار غنديرو انا نديرها معاكم، عرفتي شحال ما درتهاش. وهذا يا خويتي البنات عرفتي شحال زوين هذا الكريم، ماشي كريم، هذا الزيوت ديال الورد عرفتي. وكاين الماسك ديالو عرفتي غزال كيدار بالليل، قلت غادي نحطو هنايا باش نتفكرو باش نبقى نديرو. هنا تفكرت هادو يا اختي شحال ما درت الفاغا بوبيير، شحال ما درتش اصلا المكياج. انا عندي المكياج وما كنديروش، هنا كندير الصبايغ البنات، هذيك الكرتونه عامره غير بالصبايغ كنخشيهم تما.
والمهم البنات غادي ندوز نقاد هاد البلاصه، غندير فيها دوك السبايغ، غادي نخليهم غير حدايا هنايا كما كتشوفوا. هادي هما الصباغه اللي كنستعمل، هاد الصباغه ديال الجيل. المهم غادي نقاد هاد البلاصه وانتوما معايا البنات. ايوا هنا هاد البليصه راه قاديتها، حطيت البارفانات اللي كنستعمل يوميا، قاديت العقور حتى هما حطيتهم، السبايغ، هادو لي كريم اللي كنستعمل ديال غيرلان، هذا ديال لونكوم واعر كنديرو من الليل ليلة البنات في فن غزال، كنديرو على قبل التجاعيد الرقيقه اللي ما كتبانش غزال. هنا بديت كندوز لاسبيراتور البنات، عرفتي واحد الغبره، ما نعاودش لك واحد الغبره، وانا اون بليس عندي حساسيه ديال الغبره راه عرفتي، كندير لاسبيراتور ودايره الكمامه على فمي باش ما تدخلش لي الغبره. كما كتشوفوا هنا كنقاد وكنعاود نقاد حتى حتى كيصدق داكشي. البارفانات كما قلت لكم حطيتهم هنايا. المهم قديت داكشي اللي كنبغي اللي كنستعمل، كلشي حدا عينيا باش ما ننساش. المهم قديت البيت، نظفته ودرت لي لاسبيراتور، دوزت يا اختي الجفاف، تنقات الدنيا ولات كتشعل فن، عرفتي على راحه نفسيه، على راحه نفسيه يا البنات. ما نعاودش ليكم وحق الله، حتى النظافه لنعمه، مني ما كتكونش الدنيا نقيه عرفتي كنتوسوس، كيجيني الاكتئاب وانا اصلا مريضه بالاكتئاب، وضروري خاصني داكشي يكون نقي. مني ما كنت مني كنتعطل شويه صافي كنولي الله يستر بحال شي حمقى، ضروري خاصني نوض، وان بليس انا غادي نتحول من الدار وكنقد وكنصاوب، ما عندي ما ندير، ما عندي ما ندير، هادشي اللي عطاني الله. المهم قديت داكشي هنايا، درت دوك الحوايج اللي ما كنستعمل اللي ما باغاهمش، حتى نشوف لهم شي صرفه فين غنعطيهم ولا نشوف اش غندير. المهم داكشي قديتو على حقه وطريقه، ولا كيشعل ولا كيشعل، وا ربي على راحه نفسيه والله تنقى على راحه نفسيه. شوفوا البيت ولا كيشعل كيشعل كيشعل، عرفتي فن. وهنا البنات غادي نشارك معكم الكسيوات اللي شريت من شيئان، وغادي نقول لكم واحد الحاله ما نعاودش لكم، انا غادي نقول لكم في الاخر. المهم هذه الكسوه الاولى انا لبستها، المهم باش تشوفوها كيفاش كتجي في هكا في اللبسه، غزاله 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 غزاله، كتحمق، خديت الاس كتحمق، شويه واسعه ولكن من داك الشيء رفيع، هي اصلا خاصها تكون بحال هكا. شوف داك الزريرق الفن الغزال، وهذوك اللوينات اللي ضاربين من الفوق ومن التحت، عرفتي فنين، والتوب ديالها رائع جدا. وهنا غادي نوريكم الكسوه الثانيه اللي هي هذه البنات، هاد اللون كيحمق وفيه هذوك اللوينات غزالين، هذاك الاورانج والاحمر والخضر، عرفتي الصيفيين فنين غزالين البنات، راه خديتهم من شيئان، والاثمنه رخيصه 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 بزاف. كما كتشوفوا هاد اللوين تاع يحمق، وغادي نوريكم من مصيبه الكحله الاخرى. هذه البنات ننصحكم ما تاخذوهاش، واش كتعرفوا داك الباش ديال الدوش اللي كان الخاميه اللي كنغطاو بها الدوش، وبحال هكاك هي الشكل ديالها زوين ولكن باش. هذه غادي نرجع البنات زيرو زيرو زيرو، ما عجبتنيش كاع ديتو. المهم البنات هادو من الكسيوات اللي خديت، ولكن هاد الاخرى زيرو، ما حملتها ما قبلتها، عرفتي ماشي ما حملتهاش، هي الشكل ديالها والديكور ديالها زوين، غير هي التوب ديالها باش والله الا باش، عرفتي دوك البلاستيكات ويلي اختي هضره غتشوطني في الصيف. المهم البنات الكسيوات فنين، هاد الاولات اللي وريتكم، غير الثانيه خديت الاكس اس، خاص ضروري تاخذوا الاس، وزعما اللي فيها الطاي ديالي بحال الطاي ديالي اس، الاكس اس جاتني شويه شويه مزيره ولكن ما كاين باس. المهم كسيوات زوينين، غير الاخرى اللي قلت لكم ما تاخذوهاش، الا بانت لكم ما تاخذوهاش اخوتي، راه باش راه ملي غتلبسوها وسيرتو في الصيف وفي المغرب غيحرقكم، هذاك التوب كيحرق ديال النيلو يمكن ولا ما عرفتش.
ايوا المهم اخوتي حبيبات ديالي الغزاله ديالي، هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تبخلوش علينا بواحد لايك واحد كومونتير وشاركوا معنا في القناه، راه دائما غادي نحط لكم الجديد. هاد الكسوه ما تاخذوهاش، المهم هادي ما تاخذوهاش البنات، راه حالتها باش باش باش. ايوا نتمنى يعجبكم الفيديو. المهم اليوم درت داك الميناج الزوين، الدنيا تنقات ولات كتشعل، فنه كتحمق. ايوا نخليكم على خير وبخير، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، فلوق اخر ان شاء الله. نتمنىكم انكم ديروا لي واحد جيم، تشجعوا هذه القناه، الله يجازيكم بخير. شكرا لكم بزاف، الدوزه وخير.